في هذا المكان لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله وحفظه الله شيوخنا جميعا. بسم الله وعلى بركة الله تعلن هذه الانطلاقة. يندفع أول الأشواط شوط العمالقة، شوط التحدي، شوط القوة والاندفاع في هذا المساء الجميل، في هذا اليوم الذي يتميز من خلال هذه التحديات. شوط المرسيدس الذي ينطلق على أرضية هذا الميدان في هذه اللحظة بعد البدء من خلال الانطلاق والبدء أيضا بالدفع بهذه الأسماء المتميزة. نرحب متابعينا ومشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات بالحضور والمتابعة لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، الرجل الذي يقف دائما وراء تحديات الهجن هنا مع اتحاد الإمارات للهجن في دولتنا الحبيبة. كذلك الترحيب بسمو الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، والترحيب موصول باسمه الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، وكذلك ترحيبنا باسمه الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان. نرحب بكل الحضور، نرحب بكل القادمين، نرحب بكل المتابعين على أرضية هذا الميدان لينطلق هذا الشوط، الشوط الأول، شوط العمالقة، شوط القوة، شوط التحديات، شوط الإثارة، شوط المنافسة، شوط الانطلاق، شوط الأسماء الكبيرة، شوط المضمرين الكبار، شوط الشعارات المتميزة التي تعلن انطلاقها في هذه اللحظات، حيث الرقص مع الكبار في هذه الأمسية التي تحمل هذه التحديات. وبداية بأقوى الأشواط في هذا السن، سن الكبار من الحول والزمول، على بركة الله تنطلق هذه اللحظات وننطلق مع هذا الشوط الذي يحدد هذه الأسماء المتميزة. نذهب إلى المقدمة والصدارة الواعية تقود المركز الأول لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يقود الصدارة، بينما المركز الثاني في هذا الاندفاع هي دوما على المركز الثاني، ديمومة في المركز الثاني لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما المركز الثالث وجود المركز الثالث وجود بيداء لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في الإدارة والتضمير. المركز الرابع سمعة على المركز الرابع بشعار هجن العاصفة والتضمير غياث الهلالي. المركز الخامس تتواجد هناك طماعة لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي الذي يعلن هذه البداية، يعلن هذه الانطلاقة، يعلن هذا الشوط الكبير، يعلن الاندفاع في محفل من محافل هذه الانطلاقات الكبيرة والتي تحمل التحديات الأولى. نسير ونتابع المقدمة، نتابع الصدارة، نعود إلى المركز الأول حيث الانطلاق القوي، حيث ديمومة على المركز الأول والبداية الأولى بشعار هجن العاصفة المتميز، وهناك غياث الهلالي الذي ينطلق مع هذه اللحظة، مع هذه العملاقة على القمة والبداية مع الاندفاع. هناك في المركز الثاني الواعي في المركز الثاني لهجن الشحانية والحوت محمد بن خالد العطية ينطلق مع وجودها في المركز الثاني. المركز الثالث عودة إلى سمعة في المركز الثالث لهجن العاصفة وغياث الهلالي في هذا الأداء الممتاز وفي هذه اللحظات القوية. المركز الرابع طماعة على المركز الرابع لهجن الرياسة والقيادة للظافر علي بن جميل الوهيبي. هناك بيداء في المركز الخامس
ونحن في هذه البيداء وفي رياضة البيداء والصحراء. بيداء لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي هو الذي يقود المقدمة، يقود هنا خماسية هذه التحديات. 5 أسماء تتواجد في هذه الإثارة، وننتظر لحظات التغيير والتبديل مع هذا الموقع، مع هذا المكان. أول 3 كيلومترات من مسار هذا الشوط، مسافاتنا الطويلة، مسافات 8 كيلومترات في هذه اللحظات وفي هذا التحدي. وعت الواعية وانتقلت إلى المركز الأول، حصلت هناك الصدارة، انطلقت إلى المقدمة في هذه اللحظات الواعية بالشعار الأدعم العنابي من خلال هذه البداية. وحوت المضمرين محمد بن خالد العطية مع هذه البداية، نية الحوت التفوق دائما في كل المناسبات والتحديات. المركز الثاني، تغيير سمعة على المركز الثاني لهجن الشحانية أو لهجن العاصفة والقيادة لغياث الهلالي، بينما ديمومة على المركز الثالث بشعار هجن العاصفة وأيضا غياث الهلالي الدافع بهذه الأسماء، الدافع بهذه الانطلاقات مع 4 كيلومترات منتصف المسافة، حيث تسير هذه النجوم حاملة القوة وحاملة المنافسة. بيداء في المركز الرابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ سيف بن خليفة سيف النهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي وطماعة. في المركز الخامس لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي يطلق هنا الظافر، انطلاقته مع المركز الخامس متطلعا إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المراكز الأولى. يا سلام يا سلام يا سلام مع هذه البداية، مع هذه اللحظات التي تتميز بكل الانطلاقات بكل المنافسة. ما شاء الله وتبارك الله، حطت الرحال الواعية هنا مع كيلو الغابات، 3 كيلومترات الباقية من خط النهاية. هنا من هنا تبدأ بوابة الانتصارات إلى هذه اللحظات. هي الواعية والواعية وحوت المضمرين واعيا مع الواعية بتركيز عالي وتدقيق فوق الممتاز من خلال هذه البداية الأولى. الله الله الله، سمعة 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 في المركز الثاني، هنا لهجن العاصفة وغياث الهلالي ينطلق مع هذه اللحظات، ينطلق كعادتي من حقق 5 من الرموز في سن الصغار ويبدأ هنا مع هذه اللحظات مع هذا السن سن الكبار. المركز الثالث، ديمومة في المركز الثالث لانطلاقة اللحظة بهجن الشعب هجن العاصفة وكذلك غياث الهلالي وبيداء. على المركز الرابع لسمو الشيخ سيف بن خليفة سيف النهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي، يا سلام يا سلام، لا زالت طماعة. في المركز الخامس هجن الرياسة وعلي بن جميل الوهيبي، هذه الأسماء لحظات الوصول إلى آخر المنعطفات في هذا الميدان، الميدان الكبير، حيث مباشرة إلى الخط المستقيم إلى منصة هذا الميدان تحتضن القادم، تحتضن بطلة هذا الشوط العملاقة. من تكون؟ من تحتفل بأنها عملاقة هذا الموسم في هذا الشوط، شوط العمالقة المتميز. البداية والواعية لا تزال تسيطر على المقدمة، تسيطر على البداية، تسيطر هنا بهذا الشعار، شعار العنابي، شعار الأدعم ومحمد بن خالد العطية. يا سلام يا سلام، سمي الحوت وهو بالفعل اسما على مسمى من خلال هذه النتائج المتميزة التي يسجلها في كل المشاركات. الله الله الله، سمعة على المركز الثاني لهجن العاصفة وغياث الهلالي، انطلق يا غياث، روح غياث روح مع هذه اللحظة مع هذه البداية. نشوف التقدم اللي بدأ الآن، لنتابع القادمين، نتابع المنطلقين، نتابع الجساسية قادمة بقوة. الجساسية
الشعار ندعم، شعار الشحانية قادمة هناك بكل انطلاقة. سالم بن فوران المري وفي المركز الرابع، بيداء بيداء في المركز الرابع، لازم الشيخ سيب غليب سيف الهيان والمركز الخامس، لا تزال طماعة، لا تزال طماعة لهجن الرئاسة، علي بن جميل الوهيبي الواعية الواعية مستمرة في الواعية، متخصصة أيضا في هذه التحديات في هذه الأشواط، متخصصة دائما في المسافات الطويلة. يا سلام، أداء متميز، أداء دائما في كل موقع من خلال هذه اللحظة، البداية برأس الشوط والنهاية أيضا برأس الشوط. يا سلام يا سلام، 1200 للتذكير للعمالقة الكبار للمنطلقين القادمين. المركز الثاني سمعة في المركز الثاني لهجن العاصفة وغياث الهلالي، المركز الثالث هناك طماعة لهجن الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي. يا سلام يا سلام، الكيلومتر الأخير، النهاية النهاية هنا مع هذه اللحظات العملاقة هي الواعية، الواعية هنا تتحدى العمالقة في هذا الشوط، تسجل هذا الإنجاز، تعلن التواجد من خلال هذه اللحظات وهذا الأداء الجميل المتميز. ما شاء الله، دائما متخصصة في كسر التوقيتات في الاختصار أيضا لهذه التحديات، ما شاء الله وتبارك الله. الواعي وهي واعي، الواعي والواعي، والحوت هو الحوت. الله الله الله، التهاني والناموس هنا إلى المقام السامي لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني، مالك هذا الشعار، مالك الشعار الأدعم، داعم هذا الشعار. تحية إلى الدوحة، تحية إلى الشحانية، تحية إلى هذه العملاقة. الواعي هو الواعي، الواعي بهذا الأداء. وشكرا محمد بن خالد العطية، ما شاء الله حوت المضمرين، بالفعل أنت الحوت، أنت الأول، أنت المركز الأول هنا مع هذه البداية. الواعي هو الواعي، والتحية هنا لانطلاقات العنابي، عنابي سلام، عنابي سلام، الشحانية سلام، تحية واحترام لهذا الأداء للشعار الأدعم. المركز الثاني سمعة في المركز الثاني لهجن العاصفة من خلال هذه البداية، والمركز الثالث بيداء في المركز الثالث لسمو الشيخ سيف بن خليفة سيف النهيان، والمركز الرابع طماعة لهجن الرئاسة، والمركز الخامس الجساسية لهجن الشحانية. هذه الأسماء ما شاء الله وتبارك الله. نتابع التوقيت، نتابع هذه اللحظة، نتابع هنا الانطلاق من خلال هذا المسار، 12 دقيقة 10 ثواني تماما وكمالا مع هذه اللحظة النهائية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لمحمد بن خالد العطية في هذا الأداء الذي كان متوقعا من البداية في الانطلاق القوي والمثير. قادت الشوط من البداية حتى خط النهاية مؤكدة قوتها. المركز الثاني سمعة في المركز الثاني، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. 12 دقيقة 33 ثانية وثلاثة من الأجزاء من الثانية أيضا، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث جاءت بيداء على المركز الثالث في هذا الاندفاع القوي وفي هذه اللحظة المثيرة هنا بيداء، تهانينا والناموس لسمو الشيخ سيف بن خليفة سيف النهيان. وشكرا سعيد بن مبارك الوهيبي، 12 دقيقة 30 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثواني.